شو بصير لما تتناول أكلك وأنت عصبي أو مارق بيوم صعب، وشو تأثير الأكل العاطفي علينا؟ هذا اللي رح نحكي عنه مع المهندس سماح التميمي. كل الأعراض المرتبطة بعادات الأكل اليومية في حياتنا رح نتناولها بهالفقرة. تحياتنا سماح. بالبداية خلينا نبلش بإيش بصير إذا إحنا أكلنا وإحنا معصبين. مساء الخير جميعاً. ما بعرف إذا صوت واضح. صوت ممتاز، كملي. تمام. فعلياً في البداية إذا إحنا أكلنا وإحنا معصبين بتصير شغلة معينة بالجسم، إنه الجسم بتستنفر في حالة العصبية أو في حالة الستريس، اللي بصير إنه الجسم بيفرز هرمون اسمه هرمون الكورتيزول. هذا الهرمون إحنا علمياً بنسميه هو هرمون تخزين، فبالتالي هذا الهرمون بيساعد على إنه الجسم يخزن كميات أكبر من الدهون في حال إذا إحنا تناولنا الأكل بكميات كبيرة. نحكي فترة إحنا كنا فيها معصبين أو كان عنا ضغط معين من المرض. هذا بشكل أساسي وبشكل واسع، ولكن أنت عم بتقولي كل ما يندرج تحت إطار الأكل العاطفي قد يكون غير جيد بالنسبة لإلنا. تعالي نحكي على نظام حياتنا وتيرتها، سواء عندك في عمان أو هون بفلسطين. إحنا مضغوطين أغلب الوقت، أحياناً نمرق أكثر من حالة نفسية ومود باليوم الواحد. فعلياً مش لازم أكل غير أنا سوبر راي ومرتاح وبأحلى شروط غير قابل للتحقق وقعينه. لا اكيد، يعني هو مش هيك. هلا احنا كضغط في الوطن العربي الكل مضغوط، ما بنختلف عليها، ولكن في حاله الاكل العاطفي تحديدا احنا بنتكلم عن ممكن اسميها بمصطلح بسيط هروب الاشخاص من الضغط اللي هم بيمروا فيه ولجوءهم للاكل باعتقادهم انه الاكل ممكن يحسن لهم من مزاجهم بشكل عالي. ولكن للاسف هذا الشيء بيستمر لفتره زمنيه قصيره، اللي بيصير انه اوكي الناس تهرب للاكل، وخصوصا الاكلات اللي فيها نسبه دهون عاليه، نسبه سكريات عاليه، ونسبه املاح عاليه. هذا الشيء بخليهم يرتاحوا ويحسوا انه النفسيه تمام، ولكن لفتره معينه. بعد هيك بيرجعوا بيشعروا بالندم اكثر لانهم بتناولوا كميات كبيره. المشكله بالاكل العاطفي انه احنا بنكون في حاله ستريس، احنا بنتناول كميات بشكل واسع من دون وعي، يعني باللاوعي احنا بنكون عم ناكل، فما بنكون منتبهين على الكميات ولا حتى على النوعيات اللي احنا بنكون نتناولها بهاي. غالبا بتكون نوعيات ضاره واللي بنكون مع وعي كامل انها مضره. ولكن تعال نحكي على فكره الليل او وقت الفراغ وارتباطه بالاكل العاطفي. من حولي واللي بسمع تجاربهم بيكون لهم اصعب ساعات هي المساء، التفرغ اللي هو ما بقدر انام الا لما اكون، بنستعمل كلمه خبصت. How to control، يعني كيف ممكن الواحد يسيطر على هاي الأمور؟ هل في عندك نصائح معينة واضحة في هالخصوص؟ نعم. هلا صحيح الليل بيجرنا أكثر للأكل العاطفي، ونحكي حكيت مصطفى أنت الملل والفراغ. هلا هاي يعني سبب أساسي من أسباب الأكل العاطفي، ولكن بتبع شغلة معينة إنه إحنا إذا خلال اليوم ما كنا عم ناكل بشكل صحيح، او نحكي عم ناخذ احتياج جسمنا بشكل صحيح، هذا الشيء حيدفعنا انه بالليل احنا بحاجه انه ناكل كميات اكبر، مش بس كميات اكبر، نروح لنوعيات اكثر مضره. الاغلب الناس اللي بيدخلوا هاي الدوامه بيكونوا خلال النهار ممكن مشغولين كثير، مش عمالهم بيخلصوا او مش عمالهم بيقدروا يمكن ياخذوا الوجبات الاساسيه اللي لازم ياخذوها، فبوصلوا لساعات متاخره من الليل بيكونوا كثير جوعان. هلا لما يوصلوا لدرجه جوع عالي، هذا الشيء بخليهم انه اي شيء موجود عندهم بدهم ياكلوا منه، سواء كان اكل صحي او اكل مش صحي. وبالغالب احنا لما نوصل لمرحله جوع كبيره بنروح اكثر للاكل المش صحي، لانه هو اكثر بيرضي نحكي مستقبلات الذوق عندنا. كيف بدنا نسيطر على حالنا خلال النهار بنوعيات اكل تكون ملائمه لنا ومفيده لنا مش مضره، لحتى لما نوصل لليل ما زي ما حكى مصطفى ما نخبص؟ هلا هو الشيء بتبع صراحه نمط الحياه، طبيعه الشغل، كيف انا برتب يومي. هذا انا دائما بحكيها انه احنا نحاول انه حتى لو في طبيعه يومنا لو كنا مشغولين شوي، نحاول انه حتى لو اخذنا وجبات خفيفه بسيطه بنحكي لها سناكات، وجبه الفطور مهمه لانه بتخليني ابلش يومي صح. هلا دائما اذا انا بلشت يومي صح باكل صحيح ما حاضطر لموضوع اني اخبص في نهايه اليوم.
فأخذ وجبات معي على الشغل خفيفة قدر المستطاع، أحاول أسكر احتياج جسمي بالأشياء الأساسية من خضار وفواكه. والإشي الأساسي كمان اللي بنحكي دائما هو شرب المي، إنه ناس كثير بتغفل عن هذا الموضوع. يعني شغلة مهمة إنه الناس اللي بتلجأ للأكل العاطفي أو بتدخل بهاي الدوامة ما بيعرفوا يفرقوا ما بين موضوع الجوع وموضوع العطش، لأن الجسم بيرسل إشارات دائما على شكل جوع إنه أنا جوعان، ولكن بالأقل ممكن بدرجة كبيرة يكون هو بحاجة إنه يشرب مي. فبالتالي ضروري إحنا عشان نعرف ننظم يومنا خلال اليوم، خلال النهار عفواً، أو حتى في ساعات المساء نكون نعرف دائماً. أنا بحكي نقرأ إشارات الجسم، في جوع حقيقي، في جوع بيكون لا هو فعلياً فقط جوع عاطفي. هو ومرات قلت عطش، وهون بدي شوي نحكي على موضوع المي، لأنه عم نعيش حالة من التطرف بما يتعلق بالتغييرات المناخية، وعم بمر علينا صيف حار لدرجة أكثر من اللي تعودنا عليه بكل السنين السابقة، والتحذيرات بتقول إنه إحنا بمرحلة أول الرقص، يعني بعدنا بالحنجلة، واللي جاي علينا قد يكون أسوأ. كنتوا توصوا دائما بالليترين مي، اليوم لازم نزيد، لازم نخفف، كيف لازم نتعامل مع كل هذا التغير المناخي؟ وعندي كمان جزئية من السؤال لو تسمحي لي، احيانا نسمع عن تسمم بسبب المي، طب وين الحد تبعي؟ تمام. هلا صحيح في ظل الصيف حاليا احنا بحاجه لكميات مي وفيره، نحكي الحد احنا بنحكي من 2 ل 3 لتر، اي ما يقارب من 8 ل 12 كاسه. هلا هذا المتوسط، وتحديدا نحكي بالنسبه للسيدات، يعني لحتى 3 لتر هو مناسب لهم. بالنسبه للشباب او للرجال، لو وصل الحد لحد 4 لتر من الماء خلال اليوم ما في مشاكل، انه اجمالا حاجه الجسم عند الرجال بتكون اعلى من عند النساء. هاي نقطه. تسمم الماء مصطفى صراحه يعني بيكون لكميات مي كثير اكبر، يعني احنا بنحكي عن كميات مي يمكن اكثر من 7 لتر او هيك، هاي الكميات صعب انه انسان بوضع طبيعي انه يتناول. الان لما بنحكي عن ترطيب الجسم او بنحكي عن السوائل، اي نعم احنا بنوصي بكميات المي اللي بنحكي عنها من 2 ل 3 لتر او ل 4 لتر للرجال، ولكن بهمنا انه هاي الكميه ما تنشرب على دفعه واحده، بحيث انه انا اقسمها على مدار اليوم، ما اشرب اكثر من كاستين مع بعض، لانه الجسم بده يستفيد، بده يترطب من هاي المي. بالاضافه انه الترطيب او الشعور بالعطش بخففه او بيساعد على انه نخفف من هاي الحده، مش بس المي، احنا لا بنوصي كمان انه يكون في نسبه خضروات ممتازه ونسبه فواكه جيده او معتدله الفواكه بنحكي عنها، لحتى يضل الجسم بحاله رطوبه جيده نوعا ما. خلينا نحكي أكثر. هلأ حكيتي على الخضروات، بالسوائل الموجودة بالخضروات إنه هي مفيدة كمان، بس هل بحالة التسمم بعد ما نشرب 3 لتر مثلا، 3 لتر مع خضروات، ولا هل الخضروات لا تعتبر من إضافات المي؟ صحن بطيخ بعد 3 لتر تمام، هيك عم تسألك ديالة. لا، هو مع الخضروات الثلاثة لتر هدول أساسي. هلا الخضرة بتعطيني كمية بسيطة أكيد، ولكن أنا ما باخذ منها فقط المي، يعني الخضار فيه سكر، سوائل، فيه نسبة فيتامينات ومعادن، وليس ماء صافي، ولكن احنا بنحكي 3 لتر يعني ماء صافي أساسي لحاجة الجسم. هلا ماشي احنا بنحكي برضه البطيخ وغيره هي فيها نسبة سوائل، ولكن لا تغني، فالأساس هو 3 لتر بالإضافة لكمية جيدة من الفواكه، من الخضرة عفوا، وكمية معتدلة من الفواكه. بركز على كلمة معتدلة عشان ما ندخل بموضوع زيادة كميات الفواكه وبصير لها أثر رجعي سيء على الجسم. سماح، سؤالنا سؤال أخير، يعني لو تسمحي لنا، في أي توصية ما يتعلق بالأطفال بالرضع بهذا الطقس؟ الان الاطفال حسب، يعني اذا بنحكي احنا الرضع تحت عمر السنه، اذا كانوا عمالهم بياخذوا نحكي رضاعه طبيعيه من امهاتهم، هذا الشيء بيساعد على انهم ياخذوا كميه سوائل جيده. الاطفال اللي بيدخلي لهم اكل، يعني اللي بلشوا ياكلوا، بنوصي انه يكون في لهم جزء من المي، بس طبعا كميات المي للاطفال بتكون قليله بسيطه، يعني لا تتجاوز من ملعقتين لثلاث ملاعق طعام، كمية المي مش أكثر من هيك. بما يتعلق بالماء فقط هيك، لأنه إجمالاً بياخذوا كمية جيدة من الحليب، والحليب فيه نسبة سوائل
جيدة بالنسبة لهم. سماح التميمي شكرا لك وتحياتنا الكبيرة لكل أهلنا في المملكة الأردنية. يعطيك شكرا لك. طيب مع كل هذه المعلومات أولا نوصيكم بشرب الماء والانتباه على أنفسكم جدا بهذا الطقس الحار، ونشكركم على متابعة المحتوى بطبيعة الحال، على أمل تكون فقراتنا وضيوفنا أعطوكم المعلومات المفيدة بعد هذه الحلقة. استنونا بحلقة جديدة ومضامين جديدة. إلى اللقاء.